انت لسه عايش؟ لا ثواني يا انج، بص هو اسمه انج انجي. اه انت عشان يعني مهندس فبتقول انجي. انا لسه عايش. بص اللي عايش يديك بلوك يعمل باي باي. ستاند انجرير. اه عارف انت اللي هو. يا جماعة الدراسة مش حاجة تتمنظر بيها. قدرتك الدراسية يعني لو انت دكتور مش لازم تكتب لنا الدي ار. الدكتور بيكلمنا يا جماعة، تعالوا الدكتور. مهندس لازم اقول لكم ان انا مهندس يا طبقيين يا اولاد المتكلفة، انا مهندس يلا، فانا لازم اكتب لك ان جي. تيفا احنا عرفنا ان انت مهندس يا تيفا. تيفا يا جماعة مهندس. مبروك يا تيفا يا مهندس. العيال طبقيين قوي، انت عارف يعني ايه مدرك ان انت داخل في منصه اجتماعيه عشان الناس تعرف؟ لا انا مهندس. يا كلام. المهم تتجوز بدري، المهم تتجوز صح ماشي، عشان ما تجيبلناش عيال يطلعوا ابونا، فاحنا مش مستحملين لك ولا مستحملين لهم. الله يسترك. ما تتجوزش اصلا. كلتي زبادي؟ شربت ميه؟ اتصحري وطمنيني ارجوك. شربتي ميه تاني؟ هيرودوت ده ابو التاريخ، ابو تاريخ. ابو كرات، ابو كرات ده ابو الطب. يا ساتر، ما اعرفش غير احمد يا منحرف. استنيت لغايه ما الناس ايه تفطر عشان نجرب حاجه رمضان. اه يا ابني انت ملحد يا ابني. استنى يا ابني لغايه ما الناس تفطر عشان بس الناس كل شويه كانت يا عم افتح افتح يا ابني، انت متخلف يا ابني. انا طول عمري بشوف دي بس عمري ما جربتها، فاحنا نجربها بقى. ما نمسح يا ابني انت غبي يعني. شو امي بتعملها ايه؟ امي بتعملها رز باللبن بالعافيه. ربنا يديها الصحه والعمر طبعا كتر خيرها يعني. بتعمل حاجات كتير عشان بس امي ما تزعلش. دي بتعمل حاجات كتير قوي. ما تشيل الحته دي في البيت. استنى بس نفتح فرش البتاع بالنوتيلا. بالرشاش ما بيمضغش بقى. فرش الحشيش. هو ده حلو والله حلو. مش حاجة مش حاجة، اصل ما معيش سكينة. الله هو اه هو انت فاكر يا ابن قلب عشان انا عديت 600 قال مش هنزل اجيب لهم العش. انا هنزل اجيب لهم العش وكمون وكيري عشان الولية ما تزعلش. انزل هات لامك العش وخلي عند اهلك دم. ست كبرت و هنعمل ايه؟ امك هنعمل ايه؟ ابدا يومك بالابتسام. اوعى تنسى الابتسام، شكلك نسيت الابتسام. لا انت شكلك عايز اروح انام. صاحبي ما يغركش اول يومين بس البط والمحشي دول، ده تقضيها بقى الشهر والله العظيم ثلاثه بواقي. مصر كلها تقضيها بواقي عشان بس ما يسرحوش بيك. انا جاي اطمنك. هو مش سفينه قال لك لو غلطت غلطه تاني هتصعد للنهائي؟ الله، ده نسب المشاهدة هتولع والتمثيلية شكلها بتخلص يا زميل. اثبت. دي بس الحلقة الأولى. بواقي الأكل صح؟ أنا قلت لك بواقي الأكل، عيب عليك. لما أقول لك حاجة تاني بعد كده تصدقني. الله يسترك. هاخد من بوكس رمضان ده يا ابن قلبي، بس لازم يا يا خالة اهو اهو عشان خالي زعق لي قال لي مفيش واحد بياكل يا معاف. انا لا انا سليم اهو يا خال بالشوكه والسكينه. ايوه ايوه نجرب ده. ايه ده؟ اهو 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 يا خال بالشوكه والسكينه اهو يا خال اهو. انا كلها بالشوكه والسكينه عشان خالي زعق لي. ما ننساش استنى كل ده الاول. عظمه والله عظمه. ما تنساش طبعا اخو الرشوش اللي ما بيفضاش. انا هيجي لي جلطه قريب. قال لي ايه ما تحطش الشو ما تاكلش بايدي. حاضر مش هاكل بايدي. حاضر حاضر اهو يا خال اهو اهو اهو. استنى بس الاغوص. اصبر يا خال في حته وقعت. عفانه باينه من عندي ما بمسكهاش بايدي بس انا مش عارف امسكها يا خال اهو. اصل في حته شوكولاته بتوع منها يا خال. قلبي
روز اكسسوارز اهي. الناس دي بعتت لي الهديه دي، فاحنا هنشوف فيها ايه. حياه امك بلاش طمر. انا خربانه معايا، انا خربانه معايا. هي يبان ان انا مش خربانه، بس هي خربانه والله يبان. اوبا دي محفظه. شيكه قوي. شفت يا ابن قلب ولا لا؟ الناس دي شكلها محترم قوي وشغلها نظيف قوي، واحنا مش بتوع الكلام ده. احنا على الله. ايه ده؟ استنى كده بص على انتوا بتشتغلوا في المجوهرات. ده خاتم. اوبا. لا ده عظمه ده، وده برضو عظمه قوي. مكتوب عليه بس طبعا انت فاهم ثقافتي الالمانيه ما تسمحش. لا ومشيكين الحاجه قوي. بص المشي كده بتاع دي. استنى ده في حاجه يسعى. وانا هو ده حلق يا جماعه. للاطفال مش لاقي. يلا ياض يفهم ياض. اكيد مش لاقي ياض يا متخلف. اكيد دي برضو مش ليا يعني. ببعض الجيف ده غلط. دي اكسسوارز حريمي اكيد، بس حاجات لطيفه قوي. ايه دي؟ طبعا مش هضيع وقتك، بس انا هايف. استنى بص مشبك تاني معلش، عشان بحب المشابك دي مش عارف. بس طب ما بترميش حاجه. المشابك ده على الحواشي. اوبا. لا دي شياكه. دي هي دي رجالي ولا حريمي؟ معلش بس ما بقاش عبيط في الوسط. حلو، انا اعتبرتها رجالي. اوبا شيرز لاكوست. هو ده مش لاكوست. بس حلو. شكرا جدا من قلبي والله، وميرسي جدا على الحاجات الجميله دي. وشكرا روز اكسسوارز، هتلاقيني منشنها لك وحاطط اسمها هنا. شكرا يا اسطى. انا مش عبيط والله، بس استنى اوريك حاجه بحبها قوي. استنى اصحى يا شو، اذكر الله يا شو. اصحى يا شو وصح النوم. انا فرحت قوي. سمعت وعيت امك، سمعت لو ما سمعتش ازعل والله. الحمد لله. تحبي تقول ايه للناس اللي بتقول لك ان انت ما بتبطلش ضحك طول اليوم؟ الهي يبتليكوا بنصيبه يا ابو واحده. سيبونا في حالنا. ده قلبي هتجرب البوكس رمضان ده خير كله. تعالى نيجي ده. اوبا دي من اكتر الحاجات اللي انا بحبها، بس انا مش عارف اسمها والله العظيم، مش عارف اسمها، بس هي حلوه حلوه قوي. الفيديو ده لو بيظهر لك وانت صايم والله يا ابن قلبي غصب. والله انا مش ذنب لان انا بعمله بعد الفطار. بص اسمع. هو مش عارف اسمها ايه، بس هي ممكن تكون قراصية. تيرات طرات طرات. ده اهم حاجه في الدنيا. اصحى للدهون المهدرقه دي، اسمها دهون مهدرقه. جو اختفى شهرين وظهر وقال لي كان عندي ظروف ارجعي لي. ارجع له ولا ايه؟ هي الظروف مش بتقعد 5 ايام. ده هو. لا على البركه صاحبي، عايزين نفطر يوم مع بعض، رمضان هيخلص. قشطه. امتى ظبط وقول لي. طب تعالى النهارده بكره. لا مش فاضي. اعمل ايه عشان اخليها تتسحر معايا في رمضان؟ لا انت ما تعملش اي حاجه. سعر بتتمنظر بيه انت واصحابك ابو 11 جنيه ونص ده، والله العظيم انت هتدفعهم 650 جنيه. اسال ده والله العظيم. وفي الاخر بنت المبقعه تقول لك اصل الطعميه كانت بارده. هو رمضان كريم وكل حاجه يا دي يا ابن قلبي. والله العظيم رمضان كريم، بس هو انت فاكر عشان احنا في رمضان عشان دي جملة.
وحياة امك لا تنولو. سلم على الشوق. استنى لا لا استنى نولو. والله ولا يهمك ولا برضه هنرجع يا ابني ارزعك البروك. سلم على الشهداء وسلم على خالتك وسلم على كل عندك. والله العظيم احنا مش تقصير لطافة امك. ليش عايش عايش والله العظيم. انا قاعد معاك انا قاعد معاك والله. انا اصلا مش طايق نفسي. مبروك عليك يا ابن قلبي اتصلت قبلك النهارده. انا معايا بطروسي صديقي. تعال يا اسطى ايه ادوقك امسح يا اسطى ادوقك حاجه تروضها. الوعد الوطني. خد يا اسطى بص هات يا اسطى ده بقى ده. تف على ايه يا ابن البط؟ ايه ده؟ هو حلو كده. اسمع بس استنى استنى خد 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 هدوقك حاجه عظمه. دوق يا اسطى. يا اطلع في الكاميرا زي مين يا اسطى؟ يا ابني دوق يا ابني. لا يا اسطى احنا صايمين معادي دي. لا يا اسطى يا صايمين يا اسطى. حط امل كده. عايز ايه؟ امل كده. دي ايه يا عم انت عبيط؟ هات حته هات حته يا ابني الكاميرا. لما تبقى ما بتعرفش تفتح مواضيع. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ بتعملي ايه؟ عامله ايه والدنيا عامله ايه معاكي؟ هقول لك على اوسخ حاجه ممكن تعملها في حياتك في الدراما المصريه. حاجه وسخه وسخه يعني. الافلام في مصر والدراما في مصر بيتاخدك في سياق ان الحبيب بيتجوز حبيبته عادي جدا. لا يطلع الخازوق ابن الوس يقول لك لا اصل انا حبيتك من اول نظره ويبتدي يفركش ويبتدي يطلع لك ان جوزها او زوجها او بتاع ده ابن لذين يا وسخين ده ابن شياطين. فاحنا نبتدي نعمل ايه؟ نتعاطف يا جماعه. نتعاطف مع الشرير يا جماعه. زي فيلم كده كان اسمه نظره عين. الفيلم اللي ايه الفخم الضخم حب البت وهي ايه بتتجوز. يعني ابن الفجره رايح بقى وهي داخله تتجوز فضل ورا امها لحد لا 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 ده بيكرهك لا ده ما بيحبكيش لا. ابتدي انت طبعا تقول شوف الفنان وحلاوة الفنان. دي قصص عرر وبيصدر لك منتجات عرر زيه وما تتفرجش على حاجات الهبلة او ارفضها عقليا. انت يا ولاء انا شفت الكومنت بتاعك اصبري. كل سنة وانت طيبة يا بنت يا ولاء. سلمي لي على امك. نعيب على الشباب اللي بيضيع وقته وبيضيع صحته. لازم نشيد ونسقف للناس اللي بتستحمل وبتقوي وبتكون رجاله فعلا. الصوره اللي انا هعرضها لك دي دلوقتي دي صوره من كام يوم لشباب كانوا بيلعبوا كوره وبعدين جوز الحمام اتعلق في الشبكه. فواحد من الشباب ده وقف بص على السلم عامل ازاي يعني منظر مرعب جدا. وقفوا الماتش في يعني في اوقات غريبه وعشان بس ينزلوا بعد محاولات كتير الحمد لله ربنا وفقهم وعرفوا يجيبوا الحمامه الحمد لله. واحد منهم طلع وخد الحمامة وراح يفطر بيها.